طابت أوقاتكم. بعد إعلان نتائج العدوى الفرز اليدوي، برأيك كيف سيكون تشكيل الحكومة المقبلة، بالأغلبية أم بالتوافق؟ شاكر حسب الحسيني يقول: لن تكون هناك حكومات في العراق حسب التفسيرات الديمقراطية في العالم والقائمة على أساسا على مبدأ الفوز والخسارة، بل ستكون حكومة محاصصية والكل فائز فيها، والخاسر الوحيد هو المواطن. سامح باسم: من سابع المستحيلات أن تشكل حكومة بدون توافق وتقاسم الغنائم، لسبب بسيط، وهو أن الطبقة السياسية الحالية لا تستطيع أن تفرط بمكتسباتها التي اكتسبتها خلال 15 عاما. إذا تشكلت حكومة الأغلبية، فإنهم سيخرجون بخفي حنين، وربما سيحاسبون على فسادهم، وهذا ما لا يرتضون به. نعيم كريم: الدستور العراقي فصلت فقراته على التوافق والشراكة، ولا يمكن أن تكون حكومة أغلبية ما لم تتغير فقرات الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة، وخاصة عدد الأصوات واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكتل السياسية. لم تصل إلى ثقافة مبدأ المعارضة، بل المحاصصة وتقاسم السلطة. أما في تويتر، الدكتور أحمد عجلان يقول: في الأساس أصبحت السياسة في بلدنا مهنة مدرة للأموال الطائلة وبأقل المجهودات، لذا من الصعب ترك تلك المغانم الكبيرة والتزام مقاعد المتفرجين، فسيكون الجميع مشترك في الحكومة، وحتى من أتوا بمقاعد قليلة ستكون لهم مناصب ترضية حتى يعتاشوا عليها. حازم: لا يمكن إنتاج حكومة بمواصفات بعيدة عن الطائفية والحزبية، هذا ما دأب عليه الوضع منذ سقوط النظام الصدامي. المشكلة برئيس الوزراء القادم وحجم التنازلات التي سيقدمها من أجل اكتساب المقبولية، وهذا ما لا تحمد عقباه. الانتخابات في العراق إعادة تدوير. أخيرا نعيم العنزي يقول: الدستور العراقي فصلت فقراته على التوافق والشراكة، ولا يمكن أن تكون حكومة أغلبية ما لم تتغير فقرات الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة، وخاصة عدد الأصوات واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكتل السياسية. لم تصل إلى ثقافة مبدأ المعارضة، بل المحاصصة وتقاسم السلطات. كان العراق منذ زمن قبلة السواح من جميع دول العالم ووجهتهم الثقافية، لما يسخر به من تنوع ثقافي وفكري، بل وبطبيعته الجغرافية أيضا. الرحالة اليابانية ماسايو جوتو زارت 159 دولة في العالم، حتى حطت رحالها أخيرا في العراق، بحثا عن أسرار حضارة وادي الرافدين وتنوعها الثقافي، كما أنها عرفت سر الكرش الذي يتميز به العراقيين كما تقول. تفاصيل رحلتها في الفيديو التالي من صفحة يلا في الفيسبوك. I'm very much interested in Mesopotamia civilization, one of the oldest civilizations on earth. And I wanted to visit Iraq Museum to see Mesopotamian civilization artifacts and monuments. The Baghdad was clean and safe, not dangerous at all. People are friendly, lovely, not aggressive, not dangerous, no. It's different from what I see on TV news. I love seafood. I had fish almost every day. I never forget the taste. But food is huge. Yes, let's see, have a big stomach. Big. شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى المحراب وما تبقى من الأخبار.